مرحبا الحبايب، على السريع بدي أقرأ لكم مقطع من رواية عنوانها سلطانة للأديب الأردني المبدع الخلاق الروائي الأردني المفكر الأردني غالب هلسة. شو بقول في الرواية؟ خليني أقرأ لكم على السريع. يقول غالب هلسة على لسان جليوس، جليوس اللي هو بطل الرواية: كانت التليفونات في عمان قليلة جدا. طبعا هذا الحكي كانت التليفونات في عمان قليلة جدا، هذا زمن الرواية تقدر تحكي من الثلاثينات لبداية الخمسينات، والتليفونات أظن دخلت الأردن بنهاية الأربعينات بداية الخمسينات، مش متأكد يعني، بس الفكرة كانت التليفونات في عمان قليلة جدا، وكان أسلوب الاتصال أن تتصل بقسم التليفونات في مبنى البريد للاتصال بالرقم المطلوب، إذ لم يكن الهاتف الآلي قد دخل الأردن. وكثيرا ما كانت عاملة التليفون لا تستجيب للطلب، لذا كنت أتكلم باللغة الإنجليزية، لاحظوا، لذا كنت أتكلم باللغة الإنجليزية عندما أطلب رقما، فكان الاتصال يتم فورا. واللي مش مصدق يفتح على رواية السلطانة الناشر دار الحقائق للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 1987 صفحة 211، والرواية موجودة عند مكتبة عبد الحميد شومان اللي بده يستعيرها. أنا استعرت الرواية ورجعتها، قريتها، دخلتها تأخير. المهم، شفتوا عاملة التليفونات؟ هذا أي سنة الحكي؟ بداية الخمسينات. عادة ما كانش ترد، بس لانه كان يحكي الاخ بالانجليزي وهو بقى فهلاوي جريس، اللي هو طبعا جريس في الروايه يمثل غالب هلسه. في كثير نقاد اعتبروا الروايه سيره ذاتيه لغالب هلسه من طفولته لحد ما غادر الاردن حتى يقرا في لبنان اظن. شفتوا كان يحكي انجليزي عشان ترد عليه. المشكله اللي بيشير الها غالب هلسه متى؟ بداية الخمسينات. احنا ما زلنا بنعاني من نفس المشكلة، ولا انا بجيب اشي من جيبتي. الواقع حاليا ما زلنا بنعاني نفس المشكلة. بترن على عاملة التليفون او مقسم التليفون في اي دائرة حكومية، ممكن يردوا، ممكن ما يردوا. شو اذا رد؟ يعني اني مش بطلع على النصف الفارغ من الكأس، لا، احنا بنحاول من خلال هاي الفيديوهات نأشر على مكامن الخلل ونعرف شو اسباب هذا الخلل. اذا عرف السبب بطل العجب. شفتوا؟ من الخمسينات، يعني المشكلة مش فجأة ظهرت، لا، إلها جذور ثقافية، مجتمعية، سلوكية، يمكن نقول تاريخية، لها جذور. انت حتى تعالج المشكلة لازم الأول تعرف السبب، ولا أنا غلطان يا عمي؟ احنا أقول لكم المدينة الطبية، لما ترن مثلا على الصيدلية الشهرية شوف امتى بردوا عليك. لا، كان يضطر الأخ يحكي إنجليزي. يعني ليش؟ أنا امبارح رحت على أحد مكاتب البريد بدي أودي رسالة رسمية لو برا، مكتب مسكر. طيب جوجل أقرب مكتب بريد، طلع مكتب بريد وادي السير أو البيادر، مش متذكر. جربنا مكتب بريد ثاني، الى جرب 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 كونستانت دروبينج ويل اواي ستون، مطر متساقط تثبت يفتت الصخر ولو بعد حين. فانا ظليت اجرب، عنيد لحوح. تعزقت معي خط من الخطوط اللي هو خدمه الزبائن. هيك كيفت خدمه الزبائن، خدمه العملاء، هسه بيخدموني خدمه، يا سلام ولا بالاحلى. ردت علي واحده صوتها يعني بنعش القلب، هيك بفرفش الروح.
تكيفت أنا، قلت هسه جيب لي خدمك. قلت لها أنا في قبال مكتب البريد الفلاني، بس المكتب مسكر. قالت لا أنت غلطان. قلت لها عفوا، تقول لي تأكد. قلت لها تأكدت، مكتب قبالي أنا، قباله قباله مسكر. قلت لها يمكن في صيانة. عاد طلعت أنا هيك من برا لبرا، ما فيش لا صيانة ولا ما يحضر. طيب خيي معلش تعطيني مكتب بريد ثاني قريب علي. بعطيك ولا يهمك، يا سلام على الاحلام. قالت المكتب الفلاني اقبال البنك الفلاني. قلت له وين، ايش الشارع هذا؟ قالت هذا اللي عندي. قلت له اوكي، مكتب غيره؟ قلت المكتب الفلاني بالضاحيه الفلانيه عند دوار كذا. قلت طيب ممكن بس تعطيني اسم الشارع؟ قلت لي هذا اللي موجود عندي. ما حدش يقول لي انت بامكانك تستخدم جوجل ماب. انا استخدمت جوجل ماب، بس يعني معلش هون انا بعترف انه في عندي نقطة ضعف، اني والتكنولوجيا مش كله لابد، بعرفش لاسباب يعني، او صحية. ثاني شيء خلص فيش صحبة بيني وبين التكنولوجيا. المهم بس انا بدي اوصل لكم لشغلة. قلت لها بس معلش اذا سمحت ممكن تستفسري من اللي حواليك مثلا، بس تعطيني اسم الشارع، بس اعطيني اسم الشارع، مشان انا لما اركب مع التاكسي اقول له روح للشارع الفلاني، وهو يحط على جوجل شارع الفلاني ونروح عليه. طيب شو قالت لي؟ احنا هون مكتب خدمة العملاء بتعاملش مع مكاتب البريد. اخواني المشكلة في الأردن كسلطة وكمجتمع، كسلطة وكمجتمع، إرادة وإدارة. أنا بعدني مصر. طبعا انسوا الواسطة والمحسوبية والفساد. عبد السلام المجالي بكتابه رحلة العمر من بيت الشعر إلى ضدة الحكم بصرح صريح العبارة إنه الواسطة موجودة حتى عند الوزراء. انسوا الواسطة على موضوع ثاني، ما هو من ضمن المشاكل الإدارة، بس العموميات الخط العريض مشكلتنا إدارة وإرادة. هاي عاملة التليفون أو خدمة العملاء أو المقسم، هاي بدي أقارنها بواحد ياباني. نعم بصيرش نقارن اليابان بالأردن، لا لا لا، بدنا نقارن، بدنا نقارن وبدنا نتعلم من الشعوب اللي سبقتنا. أني قصة الياباني هذا كيف عرفتها؟ من كتاب عراقي، يعني كتاب مؤلف عراقي. الكتاب عنوانه بلد صاعد بلد هابط أو بلد نازل، ناس طبعا الكتاب قريته سنة 2000 99 2000، بس يعني مش موجود عندي في المكتبة. عارتني يا إحدى الزميلات الأمورات الجمامير، زميلة أعطتني إياه قالت لي اقرأ الكتاب. طبعا يومين وأضحك وأنا قرأ الكتاب، وضحك وهسه راح تشوفه. بلد صاعد بلد هابط بلد نازل، ناسي اسم المؤلف أنا، بس في معلومات لسه يعني موجودة. على فكرة أنا لما قريت لكم المقطع من رواية سلطانة قريته من اللابتوب، لأنه الرواية قلت لكم استعرضتها ورجعتها، بس الأشياء اللي عجبتني في الرواية فتحت لها ملف في اللابتوب. كيف العاد، قلت الشغل بتعلم التطريز. المهم المؤلف العراقي لهذا الكتاب تخيلوا زار اليابان والعراق محاصر. طبعا على السريع هيك مشان توضح الفكره لكم، العراق لما دخل او احتل، او احتل او دخل، او يعني سموها زي ما بدكم، الكويت الامبرياليه الصهيونيه فرضت حصار شامل على العراق برا وبحرا وجوا، ولعنت سنسفيل العراق، دمرت الحضارة العراقية قبل أن تدمر السلطة. بس كل بعرف هذا الاشي، ما هيك؟ طيب هذا الصحفي العراقي رايح يزور اليابان بعد ما العراق التعن سنسفيله على ايد الامبريالية الصهيونية، وانا مركز على هاي النقطة. يقول مرة واحد من قرايبه بصي على دواء من اليابان، والحصار العراق محاصر، لا دواء بيشتري ولا دواء بيبيع، ونفس الشيء الغذاء. هذا قبل اتفاقية النفط مقابل الغذاء سنة 1990، العراق دخل أو احتل الكويت سنة 1990، تمام؟
يعني من 90 ل 95 هو زار اليابان، الأخ الكريم ناسي اسمه أنا. المهم، فواحد من قرايب مصري عدوا من اليابان راح على الصيدلاني، هذا العراقي راح، هذا في اليابان، قال له معلش كيف، المهم تفاهم معه انه بده الدولة الفلانية. الياباني بكل أدب بكل لياقة بكل كياسة بالانحناء تبعته هاي قال له للأسف مش موجود عندنا هذا، بس إذا سمحت إذا سمحت أخي، بحكي له العراقي، ممكن تنطيني انطيني تنطيني اسم الفندق اللي أنت قاعد فيها ورقم غرفتك والشارع اللي فيه الفندق. راح الشارع قال له العراقي تكرم ولا يهمك، قال أنا استغربت، أنا استغربت، هو قال أنا استغربت ليش يعني طلب هاي التفاصيل، بس احنا باليابان. انطه يومين ثلاثة يا اخوان على ذمة الراوي، مش على ذمتي يعني، بحطش ذمتي، ها ذمتي ضيقة بحطش ذمتي، على ذمة الراوي العراقي سمع خبط 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 بأدب، دق هيك على الباب هيك بلطف على باب غرفته، والعامل من عمال الفندق قال له في واحد بده اياك تحت. قال انا خف عقلي، بهالمعنى طبعا، قال انا خف عقلي مين بده يعني. نزلت واذا بالصيدلاني الياباني جايب له الدواء، الصيدلاني بده يبيع بده يربح ما هيك؟ اوكي، بس انا متاكد لو صارت عندنا في الاردن ممكن صيدلاني يقول له اعطيني رقم تليفونك، يرن عليه يقول له هاي الدواء موجود تعال خذه. صيدلاني الياباني راح على الفندق اللي قاعد فيه العراقي وجاب له الدواء، وهي بعد يومين ثلاث. هذه موجودة بكتاب بلد صاعد بلد هابط. متى بدنا نتطور؟ مشاكلنا يعني، أني تعمدت أني أجيب المقطع من الرواية، مشكلتنا إلها بعد نقول تاريخي قديمة، 70 سنة وإحنا بنعاني من نفس المشكلة. هذا المقطع بشير لبداية الخمسينات اللي في الرواية، 70 سنة وإحنا ما تطور، على مين الحق؟ مش على الملك، لا شو دخل الملك، لا لا إخواني، أنا مسيحي بس في نص في القرآن على تفسير معجب جدا فيه، بسورة الرعد يقول القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نقطة أول السطر، ونتمنى إنه هالفيديو يكون في هيك تلميح أو إشارة إلى أحد مشاكلنا الإدارية. يا عمي بدنا نتطور، بدنا نترقى، بدنا نصير مضرب مثل، بدنا بكرة واحد أجنبي يجي على الأردن ولما يكتب كتاب عن زيارته عن الأردن يقول للي بيقرأوا كتابه تعلموا من الأردن، واللي في خير هذا البلد الغالي على قلبي يتم من أوسع أبواب الأرض والسماء، ويعطيكم العافية.